اليوم هنالك قرار من الضمان الاجتماعي بتأجيل القروض لمدة 6 أشهر، والفوائد أيضا سيتم تأجيلها. البنك المركزي، أنا تحدث شخصيا مع عطوفة محافظ البنك المركزي، والكل يعلم بأن الحكومة لا تتدخل أيضا بسياسات البنك المركزي ولا تفرض على البنك المركزي، لكن من فهم البنك المركزي للتعاطي مع هذه الأزمة وتداعياتها تم الاتفاق على أن يتم التعامل مع المنشآت والمشاريع السياحية حالة في حالة، يعني ذلك أن المشروع المتعثر يتقدم بطلب لبنكه وسيتم دعم هذا الطلب من قبل البنك المركزي. كم عدد المشاريع في أبد؟ يعني بنحكي باليوم تقريبا 23-24 مشروع. يعني تعاملنا مع قضية أنه هنالك تعثر فيما يتعلق بسداد القروض، ربما العدد يزيد. أيضا بدأنا العمل على فتح أسواق جديدة. أفريقيا سوق واعد، نتحدث عن الحج المسيحي والحج الإسلامي أيضا للمواقع الإسلامية الموجودة والأضرحة. سيكون هنالك زيارة من قبلي مع فريق من هيئة تنشيط السياحة إلى أفريقيا. بتحدث اليوم عن إثيوبيا وعن كينيا وعن رواندا. نسبة المسيحيين في هذه البلدان تتراوح ما بين 70-90%، فبالتالي سيكون هنالك زيارة في بداية شهر 2. نتحدث عن أيضا فتح السوق الروسي وتسيير رحلات الملكية الأردنية إلى موسكو وبعض المدن الأخرى، ونتحدث عن غير الطيران الروسي عن بعض الدول مثل تركيا. نتحدث عن برامج مشتركة أيضا مع أخواننا في المملكة العربية السعودية، نتحدث عن برامج مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة وبعض دول اللي فيها سياحة متقدمة مثل اليونان وقبرص، لأن المشاريع المشتركة ما بيننا وما بين المناطق المحتلة تأثرت بنسبة 100%، فبالتالي يجب البحث عن أسواق بديلة في حال حدوث أزمة من هذا النوع ألا يتأثر القطاع بهذا الشكل المباشر.